وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي العلمي، مادة علم الأحياء. يغطي هذا التسجيل الوحدة الأولى، القسم الثاني، المستقبلات الحسية. الدرس الأول بعنوان مفهوم المستقبلات الحسية، أي من الصفحات 67 حتى 69. تقديم مبادرة ضوء بصوت المتطوعة علا طبيخ. بداية، تعتمد استمرارية حياة الكائن الحي على تفاعله المستمر مع التغيرات التي تطرأ على كل من بيئته الخارجية ووسطه الداخلي. فالمستقبلات الحسية تتلقى التنبيهات من الوسطين الداخلي والخارجي وتحولها إلى سيالات عصبية تنتقل عبر الأعصاب إلى المراكز العصبية المختصة التي تعالج المعلومات الواردة إليها بهدف تحقيق الاستجابة الملائمة. المستقبلات الحسية المحيطية وعلاقتها بالمراكز العصبية المختصة في الدماغ. 1- اللسان، والذي يتعلق بمركز الذوق. 2- العين، والتي تتعلق بمركز الإبصار. 3- الأذن، والتي تتعلق بمركز السمع. 4- الأنف، الذي يتعلق بمركز الشم. 5- الجلد، الذي يتعلق بمركز اللمس. سؤال: أحدد نوع طاقة المنبه التي تستجيب لها كل من المستقبلات الحسية السابقة. الإجابة: الجلد، نوع الطاقة حرارية أو آلية. اللسان، نوع الطاقة كيميائية. الأنف، نوع الطاقة كيميائية. العين، نوع الطاقة أمواج ضوئية. الأذن، نوع الطاقة أمواج صوتية. نهاية الإجابة. استنتج: المستقبل الحسي يعمل كمحول بيولوجي يحول طاقة المنبه إلى سيالة عصبية تولد إحساسا خاص في المركز العصبي المختص. وتتميز المستقبلات الحسية بالنوعية، إذ تكيف كل نوع منها لاستقبال منبه نوعي خاص، كما أن تغير شدة الإحساس يتعلق بتغير شدة طاقة التنبيه. سؤال: صنف أنواع المستقبلات الحسية بحسب منشئها وقارن بينها من حيث المنشأ وأداة الحس ووجود المشبك. الإجابة: المستقبلات الأولية، وهي عصبية المنشأ، أداة الحس فيها نهاية الاستطالة الهيولية المجردة من النخاعين، ولا يوجد فيها مشبك. 2- المستقبل الثانوي، منشأها غير عصبي، أداة الحس فيها أهداب الخلية الحسية ويوجد فيها مشبك. نهاية الجواب. تعريف المستقبلات الأولية: خلايا عصبية جاذبة، أداة الحس فيها نهاية الاستطالة الهيولية المجردة من النخاعين. تعريف المستقبلات الثانوية: خلايا حسية مهدبة من منشأ غير عصبي، تكيفت لاستقبال التنبيه ونقل الاستجابة الناتجة إلى الاستطالة الهيولية لعصبون حسي، أي جاذب، عبر مشبك يوجد بينهما. مفهوم المستقبلات الحسية: هي خلايا حسية تخصصت لاستقبال المنبهات الداخلية أو الخارجية وتحويل طاقتها إلى كمونات عمل تنتقل على شكل سيالة عصبية إلى المراكز العصبية المختصة. مراحل عمل المستقبل الحسي: وهي تتكون من 4 مراحل. بداية، يكون لدينا منبه نوعي كاف، ثم تبدأ المرحلة الأولى وهي الاستقبال، وفيها يتم فتح أو إغلاق بوابات القنوات الشاردية في غشاء الخلية الحسية. ثم المرحلة الثانية، التحويل الحسي، وفيها تتغير نفاذية الغشاء للشوارد، مما يؤدي إلى تبدل استقطاب غشاء الخلية الحسية، يسمى هذا التبدل كمون المستقبل. ثم المرحلة الثالثة، النقل، تزداد فيها قيمة كمون المستقبل إلى الحد الذي يكفي لإثارة كمونات عمل تنتقل بشكل سيالات عصبية إلى المركز العصبي. ثم
المرحلة الأخيرة الإدراك الحسي، حيث يقوم المركز العصبي بمعالجة المعلومات الواردة مولداً إدراكاً حسياً للمنبه. العلاقة بين شدة المنبه وشدة الإحساس. ثم ننتقل إلى فقرة العلاقة بين شدة المنبه وشدة الإحساس. إن زيادة شدة المنبه يؤدي إلى أمرين: الأول، زيادة عدد الخلايا الحسية المنبهة، والثاني، زيادة قيمة كمون المستقبل الذي يؤدي بدوره إلى زيادة عدد كمونات العمل التي يثيرها كمون المستقبل. وفي النتيجة، السببين السابقين يؤديان إلى زيادة شدة الإحساس. التقويم النهائي. السؤال الأول: أين ينشأ كمون المستقبل وماذا ينتج عن زيادة قيمته؟ الجواب: ينشأ كمون المستقبل في غشاء الخلية الحسية، وينشأ عن زيادة قيمته زيادة عدد كمونات العمل التي يثيرها. نهاية الجواب. السؤال الثاني: أرتب مراحل عمل الخلية الحسية. الجواب: 1- الاستقبال، يسبب المنبه النوعي الكافي فتح أو إغلاق بوابات القنوات الشاردية في غشاء الخلية الحسية. 2- التحويل الحسي، تتغير نفاذية الغشاء للشوارد مما يؤدي إلى تبدل استقطاب غشاء الخلية الحسية، يسمى هذا التبدل كمون المستقبل. 3- النقل، تزداد قيمة كمون المستقبل إلى الحد الذي يكفي لإثارة كمونات عمل تنتقل بشكل سيالات عصبية إلى المركز العصبي. 4- الإدراك الحسي، يقوم المركز العصبي بمعالجة المعلومات الواردة مولداً إدراكاً حسياً للمنبه. نهاية الجواب. السؤال الثالث: أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي. 1- تعد المستقبلات الحسية محولات بيولوجية نوعية. الإجابة: لأنها تحول طاقة المنبه إلى سيالات عصبية تولد إحساساً خاصاً في المركز العصبي المختص. نهاية الإجابة. 2- تزداد شدة الإحساس بزيادة شدة المنبه. الجواب: بسبب زيادة عدد كمونات العمل التي يثيرها كمون المستقبل وزيادة عدد الخلايا الحسية المنبهة. نهاية الجواب. السؤال الرابع: أقارن بين المستقبلات ذات المنشأ العصبي والمستقبلات ذات المنشأ غير العصبي من حيث وجود المشبك وأداة الحس. الجواب: المستقبلات ذات المنشأ العصبي لا يوجد فيها مشبك، وأداة الحس فيها نهاية الاستطالة الهيولية المجردة من النخاعين. أما المستقبلات ذات المنشأ غير العصبي فيوجد فيها مشبك، وأداة الحس فيها أهداب الخلية الحسية. نهاية الدرس ونهاية التسجيل.